إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. أنت الأصيلة يا مصر وكلنا عارفين، أنت الأصيلة يا مصر وكلنا شاهدين. ترابك عز أجيالك وشمسك عالية في سحابك. تغيب الدنيا لو غبتي يا مصر جميلة بشبابك. مصر جميلة، مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. مصر جميلة، مصر جميلة. انتصار غريب. الأستاذ علي رمضان الباحث في الآثار المصرية، الكنيسة المعلقة في مصر القديمة يمكن كتير ما يعرفوش هي ليه تسمت بكلمة المعلقة. هي في الحقيقة كنيسة سمت بالمعلقة لأنها اتبنت على بقايا برجين من أبراج الحصن الروماني القديم اللي هو حصن بابليون. ده بيرجع للقرن، يعني ده أول تاريخ مرتبط بالكنيسة اللي هو بيرجع للقرن الثاني الميلادي. ده أول تاريخ مرتبط بالكنيسة. إنما في بعض الآراء بترجع إنشاء الكنيسة للقرن الرابع. بالتحديد بعد صدور إعلان ميلانو من إمبراطور قسطنطين، بموجبه أصبحت الديانة المسيحية ديانة معترف بيها. أيوه، الستايل أو الأسلوب اللي اتبنت بيه الكنيسة. هي الكنيسة يعني زيها زي أغلب كنائس الشرق في الفترة دي اتبنت على الطراز البيزنطي. ولو اللي ما يعرفش، بيزنطة دي هي مدينة عند مدخل مضيق البوسفور، اللي هو أنشأها الإمبراطور قسطنطين أو دخلها يعني وسماها على اسمه. أصبحت بقى اسمها القسطنطينية. تمام. فيما بعد القسطنطينية أصبحت عاصمة الإمبراطورية الشرقية، الإمبراطورية الرومانية الشرقية. ما هي الإمبراطورية الرومانية كانت ما يعني جزئين، في جزء غربي اللي هو بيميل الوثنية شوية، والجزء الشرقي اللي هي كانت على عاصمته مدينة بيزنطة اللي هي بيزنطية. أهمية الكنيسة المعلقة، هو في كل الأحوال يعتقد أن هي بنيت على مكان ليه قداسة ما عند المسيحيين، يعني يعتقد أن هو كان أحد السراديب اللي كان بيتعبد فيها أحد النساك يعني أيام فترة الاضطهاد الروماني المسيحية. إضافة إلى كده أن هي في القرن الحداشر أصبحت الكنيسة هي مقر للكرسي البابوي أو كنيسة الإسكندرية، وكان بالتحديد البابا خريستودروس كان أول بابا يقيم في الكنيسة المعلقة، وأصبح بيعين أسقف للإسكندرية كوكيل لي، كان بيسمى وكيل الكرازة المرقسية. إنما ده طبعا بعد ما انتشرت المسيحية وبقى في عدد كبير من المسيحيين في القاهرة يعني، وبقى البابا يعين أسقف للإسكندرية كوكيل لي. الأستاذ علي رمضان الباحث في الآثار المصرية، احنا اتكلمنا عن أهمية الكنيسة، أهمية المنطقة بقى ككل، وهي منطقة مجموعة من الكنائس وجامع عمرو بن العاص والمعبد اليهودي وغيرها. هي الكنيسة بتقع في منطقة مصر القديمة اللي هي مجمع الأديان. اللي هي بتسمى مجمع الأديان. منطقة مجمع الأديان دي يعني بتحوي عدد كبير من الآثار القبطية والإسلامية واليهودية. تمام. اللي هي بتحكي جزء هام من تاريخ مصر يعني. تمام. فيها مثلا جامع عمرو بن العاص، في معبد بن عزرا اليهودي، في كنيسة القديس مينا، القديس ماركوريوس اللي هي اسمها أبيسيفين. يعني دي تعتبر من الآثار اللي ليها أهمية دينية أو روحية يعني. وفي برضو لو هنتكلم عن الآثار اليهودية بالتحديد، اللي هي المنقولة بالذات، أغلب الآثار اليهودية غير مسجلة. يعني إحنا عرفنا إن المباني بس أو المعابد فقط هي المسجلة. أغلب في آثار يهودية كتير منقولة بحاجة إلى تسجيل يعني. أنت الأصيلة يا مصر وكلنا عارفين، أنت الأصيلة يا مصر وكلنا شاهدين. ترابك عز أجيالك وشمسك عالية في سحابك. تغيب الدنيا لو غبتي
يا مصر جميلة بشبابك. مصر جميلة، مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. مصر جميلة، مصر جميلة، مصر جميلة. انتصار غريب، مصر جميلة.